في منطقة الجزيرة شمال سوريا يخضع التجار لقوانين داعش الإرهابي ويضطرون لدفع الضرائب على شحناتهم التجارية أثناء مرورها بحواجزه في المناطق الواقعة تحت سيطرته. من خلال التقرير التالي، عدد من التجار أجمعوا لأخبار الآن على صعوبة الحياة تحت حكم سيطرة داعش. يشكل الحصار المفروض على مناطق القامشلي وبلدتها حالة من التحدي أمام الحركة التجارية لهذه البلدات، بما فيها منطقة الجزيرة في الشمال الشرقي لسوريا، حيث يسود الإحباط عند التجار نتيجة سيطرة داعش على مناطق البلدة التي يجبر التجار والمواطنون في المحافظة على المرور بها، ولا سيما أنها ترتبط بالطرق الواقعة تحت سيطرته وتعد شريان الحياة لهذه المنطقة. إذا منعنا الشاحنات اللي عم تفوت عبر هالمعابر هاي، عبر المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات، وإذا منعناهم بمعنى أنه فرضنا حصار آخر على أنفسنا. لم يعد هناك بديل أو خيار آخر يملكه التجار وسائقو الشاحنات في المنطقة غير دفع الجزية لداعش، فضلا عن المخاطرة بأرواحهم عبر احتكاكهم المباشر مع مسلحيه من أجل تأمين البضائع وتوصيلها إلى الأهالي في المنطقة على حد قولهم. بضاعة من خارج المحافظة، وقت جينا البضاعة من خارج المحافظة في منظمات إرهابية على الطريق يأخذوا جزية عليها، نحن مجبورين ندفع هالجزية، ندفع يعني غرامة، يأخذوا منا غرامة على كيلو تقريبا شيء 5 ورقات، يأخذوا السيارة فيها شيء 30 طن يأخذوا شيء حوالي 150,000، مجبورين بدنا نجيب هالبضاعة لنعيش هالشعب هذا، بما أنه منطقتنا محصورة من كل الجهات. وصول بضاعة تعاني من أزمة كبيرة بسبب أزمات الطرق التي يعاني منها سوريا بشكل عام. هذه البضاعة والخضار تأتي من خارج المدينة من الشام وحلب والساحل، ولحين وصولها لنا هناك حواجز كثيرة لداعش على الطرق، ولهذا السبب هناك ارتفاع في أسعار السلع، إذ إن داعش يأخذ منا ضرائب على هذه الشحنات، ما يرفع أيضا إيجار السيارات نتيجة هذه المخاطرة، وأيضا يأخذون نسبة من إيجار السيارات. على الرغم من الخطر والمشقة، يجد أهالي منطقة الجزيرة أنفسهم مجبرين على سلوك الطرق التي يسيطر عليها داعش، ويفرض أسلوب الجمارك الخاص به على سائر البضائع والمواد الداخلة إلى البلدة والخارج منها وغيرها من البلدات، فيجد المواطنون أنفسهم مضطرين للاستمرار في حياتهم اليومية الصعبة والخطرة في ظل داعش.